سنه سكنها 5 ما بعد وبعد جاي وما حلو اسد الباب وظلوا برا روحوا قبل المختبر لو القاعد اللي انت بعد ما يصير هذا anyway البارحة أخذنا الجروب مال أنتيرا وبكترياسي وشينا على على ال وأخذنا بالتفصيل وقبل حكينا على الجنرال فيتشر مال هذا الفامي وقلنا من قلنا أكو أفوكنس بكتيريا وأكو لا هي باثوجينيك بكتيريا وراح نكمل هاي الفامي اليوم الشغل له هسه شغل لوسيد بنقول اقول شغل شغل لوسيد معناه شنو جاي على شنو على اللي بيجي بس بنقول الشغل لا جاي على البكتيريا سو شغل لوسيد استريكتلي هيومن ديزيز يصير فقط الانسان نو انيمال ريزيد وورد وايد ذس كونسيستلي وان اوف ذا موست كومن كوز اوف انفكشس دايريا هم نفس الشيء احنا تقريبا هي جروب الانتيروبكترياسي من الاسم انتيروبكتيريا يعني بالامعاء وبالدايجستيف سيستم نورمالي يسوي لنا انفكشن فالكلينيكال ساينس مالتها هي الدايريا with over 150 million cases and 600,000 death per year بعشان نسوي حتى سوينا موت بالانسان فور جنرال سبيشيز موجودة هي هاي العازلينها باسيلاري ديزنتري اند اور شيجلوسيس هي الكوزاتيف ايج الكلينيكال ساينس مالتها ديزنتري معناها شنو اكو بلاد بالفيسز ويا الدايريا يجي ذا اورجانيزم انفيد ذا ابيثيليال لايننج لاير بات داز نوت بنتريت هذه الباثوجينيسيس مالتها يوجوالي within 2 to 3 day dysentery result from bacterial damaging the epithelial layer هاي البكتيريا تجي تسوي لنا attachment تسوي لنا damage للepithelial layer راح يصير عندنا bleeding ينزل ويا الفيسيز اكيد يصير خلل بالبالانس مالت الابزوربشن اوف الليكويد السوائل وكلها نفس الباثوجينيسيس بروسيس اللي حكيتها البارحه بالنتيجه راح يصير عندنا شنو دايريا تمام ليش ما لابس تمام attraction of leukocyte اكيد عندنا inflammation because there is a damage بالميوكوزا layer مالت الابيثيليال سيل او الابيثيليال سيل راح يصير عندنا attraction لليوكوسايت فراح يصير باس ينزل with the blood in the feces however watery diarrhea is frequently observed with no evidence of dysentery اذا هاي الفريكوينتلي كيس هي watery diarrhea لكن الادفانس اذا صار عندنا ديستركشن باللاير راح يصير عندنا البليدي شيجلا توكسي شيجا توكسي which is a neurotoxic وانتيروتوكسيك ان سايتوتوكسيك بدون تفاصيل انه له تاثير عصبي له تاثير على الانتستين وله تاثير على من على الخلايا والديستركشن مالت الخلايا اذا هي تفرز التوكسين هي لان بيها مثل البارحة ما حكينا جنرال فيتشر من ركزتكم على ال LPS اللايبوبوليسكرايد هي الجروب هذا ال LPS هو عبارة عن انتيروتوكسين تفرز البكتيريا ويصير الامراضية مالتها من خلال السموم اللي تفرزها التريتمنت هي سيلف ليميتنج عادة مثل الجماعة قبلها لكن بالادفانس كيس يمكن نستخدم انتيبايوتيك Ampicillin one of the treatment of choice but due to the resistance of هم صار عندنا shifting or resistance للأمبيسيلين هاي البكتيريا بدأت تقاوم الأمبيسيلين صار عندنا بدأوا يستخدمون أنواع ثانية مثل الأزيتروميسين السيفراكسين يعني لأن الأمبيسيلين ظل ما يشتغلوا إياها أو 50% من الإصابات تتعالج عليكم السلام البريفنشن اكيد نحاول نقلل من الكونتامينيشن من خلال السويج ديسبوزل لان هو راح يصير لها شيدنج ويا الفيسز فاذا عندنا منظومه صحيحه او نمنع التلوث المياه مياه الشرب او مياه المعامل هذه اللي مال مياه الشرب بالفيسز بالنتيجه راح نتخلص من البكتيريا الووتر كلورينيشن هم نضيف له الكلورين حتى نقتل هذه البكتيريا
الانسكت تلعب دور بالانتقال الميكانيكال of this type of bacterial infection. اوكي فكنترول على الووتر سيستم، كنترول عندنا الووتر كلورينيشن خليله، والانسكت كنترول. نجي البكتيريا الثانيه، هسه ذيك مو مريضه، مو مثل ايكولاي شفناها بالانتستين نجي السالمونيلا، نفس الشيء سالمونيلا انفكشن. السالمونيلا سالمونيلوسيس از ا كومن بكتيريال ديزيز ذات افكت ذا انتستينال تراكت. نفس الشيء، نفس البليس، دايجستيف سيستم، انتستينال تراكت. Typically live in animal and human. إذا تجينا حتى من الانيمال بها 150 سيروتايب يمكن أو أكثر. Human become infected most frequently throughout contamination with the water, contaminated with the of the water and food. Infection most common cause vomiting, diarrhea, fever. High general clinical signs. عادة من يصير واحد عنده أي digestive tract inflammation أو infection، هذه الأعراض دائما تصير general للكل، يعني ما أدوكم بها. Illness lead to severe and life-threatening bloodstream infection. هو rare case، يعني عادة هم هي self-limiting infection الإصابة بهذه البكتيريا. بعض الحالات بالadvanced case نستخدم الانتيبايتيك، والراير كيس هي life-threatening due to infection with salmonella. السالمونيلا قلنا انواع مختلفه، يمكن هسه هنا مذكوره. Vary in preferred horse. اكو سيروتايب تايفي وباراتايفي بس between the human، موجوده فقط بالانسان. الاذر سيروتايبس لا، هذه جوز ناخذها من الانيمال throughout the contamination with the animal product or feces or whatever. شوفوا هنا المصطلح هذا حطيت لكم جوا underline. Non-typhoidal salmonellosis is worldwide disease of human and animal. Non-typhoidal. الانيمال المين ريزرفوار. لكن التايفويدال فيفر، من اقول تايفويدال فيفر او تايفويد فيفر ونن تايفويد فيفر. هنا انا من جاي لك نن تايفويد معناها مين جاي السالمونيلا؟ من الهيومن ومن الانيمال. لكن من اقول تايفويد فيفر، شوفوا هنا mainly from person to person via the fecal oral route and have no significant animal reservoir. شوف مصطلحين اجانا بالسالمونيلوسيس بالسالمونيلا انفكشن. Depend on the cause. Typhoid fever اللي هي سالمونيلا تايفي وسالمونيلا باراتايفي اذا تقرون عنها. اوكي هاي سبيسيفيك الهيومن هو الريزرفوار مالتها. لكن النن تايفويدال فيفر هم سالمونيلا وديفرنت سيروتايبس، لكن الريزرفوار مالتها يجي من الانيمالز اند هيومن. Salmonella typhi infected only human. The introduce is transmitted from contaminated food. هذه تجي من البولتري الدواجن عادة ومنتجاتها. هاي ما احتاج سعودي. لا ما احتاج. بس شاشات يمك. It does not have a human reservoir. جاي يحكي على Enterococcus salmonella. And usually present as a gastroenteritis. So in a nausea, vomiting, and non-bloody stool. بينما ذيك سوت bloody stool أو bacillary dysentery. Enteric fever. Typhoid fever is strictly to the human disease. حكيت هاي المعلومة من أقول enteric fever. أنا سويت لكم إياها كلها هناك underline. Salmonella typhi here responsible for this type of disease. Reservoir from a human reservoir or in the water supply if sanitation conditions are poor. يعني إذا تنقية ضعيفة بالwater أو water system or contaminated food تجينا من عنده. Does initially invade the intestinal epithelium, the organism penetrate and pass into the bloodstream where it is disseminated
ان مايكروفاجيا، من تروح للبلاستريم اوكوفيد ميكانيكال والمايكروفاج تدخل ببطن المايكروفاج وتاخذها وتنتقل بها الاذر بارت. تيبيكال فيتشر اوف سيستميك بكتيريال انفكشن ار سين اذا صارت هاي البروسيس. الكابسولر الفي انتيجين حكينا عليها البارحه، قلنا هاي جنرال من جنرال فيتشر مالتهم المجموعه الانتيرو بكتيرياسي، وسوينا سيروتايب لان بها كي انتيجين، بها او انتيجين، بها في انتيجين. So the capsular antigen or V antigen play a role in pathogenesis of typhoid. Antibiotic therapy is essential for treatment. Clear? ولا ما بيها شيء معقد، يعني مجرد سرد للعمليين. أكو variance factor. إذا أجي أقول لك شنو variance factor related to salmonella bacteria. الإندوتوكسين هم كلهم عادة مجموعة الانتيروبكترياسي، خلي ببالك اكو ال بي اس، اكو اندوتوكسين، اكو توكسين بروديوس جاي يسوي لنا ديزيز. هذا الفاميلي كيل هالكل اللي راح نحكي بها جنرال فيتشر. الكبسول مالتها سبيشالي فور سالمونيلا تايفي اند سترين اوف بارا تايفي. اديجن عندك فمبريا تستخدم للاديجن ونان فمبريا، هاي كلها عبارة عن فيريوس فاكتور مجرد سريد لها. اكو تايب 3 سكريشن سيستم اند افكتور مولكيولز، هاي كلها تعتبر من عوامل الضراوه بهذه البكتيريا، مجرد اريدك تعداد بدون تفاصيل. ديفرنت سيستم مي بي فاوند ريسبونسبل فور باثوجينيسيس، هسه شنو جاي يصير؟ ديفرنت سيستم، وان تايب از انفولف ان بروموتينج انتري انتو انتستينال ابيثيليوم سيل. الباثوجينيسيس بيكوز اوف ذا ابيليتي اوف بكتيريا اور ذا بكتيريا هاف تو سيستم as a variance factor. الانتري مالتها هو مسؤول على سهولة الدخول مالتها للدايجستيف تراكت او الدايجستيف سيستم، هو واحد من عوامل الباثوجينيسيس بروديوس، باثوجينيك بروديوس. The other type is involved in the ability of salmonella to survive inside microphage. قلناها تجي تاخذها المايكروفيج لان هي عندها قابلية because of capsule of this type of bacteria. تدخل بالمايكروفاج ما تقدر لها، تروح تنتقل من خلالها وسوي لنا امراضيه. اوكي، فسهوله الانتري مالتها للدايجستيف تراك لان يعني بيها عوامل ضراوه، الاندوتوكسين والاتاشمنت سيستم، ومعرف هاي اللي حكيناها الاربع نقاط. والثانيه انه تقدر ايفيد وتخترق المايكروفاج وتنتقل من خلالها الاذر بارتس، فهي هاي المسؤوله على الباثوجينيسيس اوف ذس تايب اوف بكتيريا. الفلاجيلا هيلب بكتيريا تو موف ثرو انتستينال ميوكوزا، والانتيروتوكسين مي بي انفولف ان جاسترو انترايتس، التهاب الامعاء هو الريسبونسبل عليه الانتيروتوكسين. الدايجنوستس بها تفاصيل راح ناخذها بالعملي، اكيد راح ناخذ سبيسمنت مالتنا ستول او بلاد ديبيند اون تايب اوف دايجنوستس، وبالمختبر نسوي الانتيريك فيفر بلاد بون، هاي السبيسمنت مالتنا سامبل بون مارو ستول يورين food poisoning ناخذ ستول، vomiting suspected food، septicemia راح اخذ بلاد. اكو كتات خاصه للتشخيص مال التيفو احنا تسوونه برا بالمختبرات. الكالتشر واكو هم ديتيلز بيها ما اعطيتكم اياها هنا، تاخذوها بالعملي. والويدال تيست هو المشهور بالتشخيص مالت السالمونيلا انفكشن، بتفاصيل راح ناخذها بالعملي ان شاء الله سهل. هاي السالمونيلا اكو سؤال عليها حتى نعبر. Yersinia disease. Yersiniosis is a disease caused by bacteria called Yersinia. Although many species of Yersinia are found worldwide, most human illness are caused by Yersinia enterocolitis. Yersinia enterocolitis هي المسؤولة، هي the most common type of Yersinia group اللي responsible على the human disease. Other species and affecting a human, Yersinia pseudotuberculosis, which causes illness similar to Yersinia enterocolitis. So, عندنا Yersinia pestis, which is caused blood, اللي هو الطاعون. Yersinia are hard bacteria that can survive in adverse conditions like refrigeration and environmental condition low in oxygen. يعني معناها تتحمل إنه ماكو أكسجين تقدر تعيش. بالجو البارد او التبريد
كذلك تتحمل هاي الظروف القاسية وتقدر تعيش. Yersinia enterocolitis, the organism are invasive usually without systemic spread. Cause acute mesenteric lymphadenitis, التهاب الغدد اللمفية الموجودة بالdigestive system. A syndrome involving in fever and abdominal pain that often mimic acute appendicitis. شنو معناها؟ That often mimic acute appendicitis. اي بس شنو فسر يعني ترجمها. نعم ميمك نفسه بالضبط نفس الاعراض. Good. Often the infection seen when in young children transmitted by ingestion from animal sources. كذلك تلوث يجينا من خلال الانيمال برودكت. Fecal contamination of water or milk by domestic animal or from eating of meat products, not good cooked raw meat product. هاي كلها يجي من خلالها تجي من خلالها البكتيريا وتسوي لنا infection. Yersinia. الدياجنوسيس مالتها هم راح ناخذه بالعملي. لكن اكيد السامبل مالتنا راح يصير ان جنرال ستول. ذا اورجانيزم كان اوسو ديتكتد فروم اذر بودي سايت. هي سيلف ليميتنج سو موست بيبل هو هاف هيلثي اميون سيستم هيلثي جود اميون سيستم ويل ريكفر ويذ اوت تريتمنت. اوكي التريتمنت مالتها قلنا هي يمكن ما نحتاج تريتمنت. انت انفولف تريتينج اوف سيمبتوم اونلي. يعني اذا صار اسهال لازم نعالج فقط الديهايدريشن. اوكي ما نحتاج تريتمنت. فور اكزامبل بيرسون وذ دايريا شود جنرالي درينك ا لوت اوف ليكويدز تو افويد ديهايدريشن. بس سيفير كيس راح يحتاج انتي بايوتيك. سو سمبل سو ايزي. الكليبسي طبعا هي هاي هذه هي جروب كبير قلنا مال مجموعه الانتيروبكترياس. لكن بس اللي بس مطلوب منكم هاي الموست كومن فلذلك لازم كلها نسردها حتى لو قصيره بس كنت تعرف يصير عندك معلومه عنها. Species are present in the nasopharynx and feces about 5% of normal individual. اذا هي هم موجوده هنا بال 5% من النورمال individual. الكليبسيلا نيمونيا هي انت لي قدام مدام احنا قلنا present بالنيزوفارينكس الاسم كليبسيلا نيمونيا. اوكي وهذه الاوكسيتوكا نفس الشيء. كليبسيلا نيمونيا is often involved in respiratory infection. هسه هنا تحولت الانفكشن بهذا النوع من البكتيريا من الدايجستيف سيستم. يعني نتوقع الكومن ال respiratory system infection because of Klebsiella pneumonia. Klebsiella species also occur in urinary tract infection, wound, soft tissue infection and bacteremia. سوينا recently clone of Klebsiella pneumonia has emerged as cause of community acquired pyogenic liver abscess. شوفوا هسه جديد يعني recently شافوا انه liver abscess may be caused by Klebsiella pneumonia. اوكي تمام. Mostly in among Asian males worldwide, Klebsiella species rank among the top bacterial pathogen responsible for hospital acquired infection. يعني اذا بدي اسوي بحث او بدي اشوف منو الموست كومن بكتيريا present in the hospital and cause infection to the people or patient or the staff, وحده من العشره توب 10 هي الكليبسيلا. اوكي فيريانس فاكتور مالته كبسول نفس الحكي كله معان ادهيجن والايرون كابتشرنج ابيليتي. هنا فد بروسيس تصير هي وحده من العوامل اللي اريدك بس تحفظ اياها وحده من عوامل الضراوه من قابليتها على التعامل ويا الايرون استخدمه بالباثوجينيسيس مالته. التريتمنت ريكومند تريتمنت ازيثرومايسين 1 جرام اورالي بير ويك
at least for 3 weeks. Protocol. Alternative antimicrobial treatment exists, cefaloxin and other type. يعني هذا هو ما خليتكم اياه عن الكليبسيلا. انه تعرف ان هي كليبسيلا نيمونيا هي responsible for respiratory infection, system infection. كذلك تسوي لنا urinary tract infection وتروح يصيرها disseminated حتى الليفر abscess recently. Proteus species are worldwide spread in the environment and are normal inhabitant of the human intestinal tract. I'm a normal inhabitant, مثل الإي كولاي. Two species most common produce human disease. Also in a human infection. Both species produce urease, resulting in rapid hydrolysis of urea with liberation of ammonia. Thus, أنا مدام جاي أحكي على يوريا وهي بها يوريز وجاي ينفرز أمونيا معناها شنو جاي أحكي وين؟ باليورينري سيستم. So, resulting, thus the urinary tract infection, the urine become alkaline promoting stone formation. إذا ساعد على تكوين الستون because of these change produced due to infection with this type of bacteria. Okay? لأن عندها تفرز اليوريز راح تأثر صار لنا rapid hydrolysis of urea, liberation of ammonia والstone formation. هاي هنا أنا فد بروسس جاي تسويها منه البروتيوس فيدر بالك عليها. In addition, the rapid motility of proteus may also contribute to its invasion of the urinary tract. أما الإصابة بها عادة بالurinary tract. النوع الآخر سيروتايب المارفلوس cause urinary tract infection and occasionally other infection such as bloodstream infection frequently secondary to the UTI. إذا أول ما سوينا الإصابة وين؟ بالurinary tract infection أو بالUTI system وبعدين تصعد تروح يصيرها disseminating بالbloodstream and respiratory tract infection. الفولغاريس more frequently implicated to wound and tissue infection than UTI. جاي شوفون فروقات بيناتها؟ أخوش أسئلة تطلع منها. Depend on serotype. Very greatly in antibiotic susceptibility, strain of proteus, وبها تفاصيل أنواع الانتيبيوتيك ما ندخل بها. شوف الأولى susceptible to penicillin وجماعته كلها يعني تقريبا ماكو مقاومة إلا إذا إلى resistant to nitrofurination يعني بس هاي والبقية إلا هي susceptible حتى الثانية. لكن البرود سبكترم سيفالوسبورين والجماعة الأمينوغلاسايد هذه تصير susceptible إلها السيروتايب الآخر خاصة البروتيوس. بقى آخر وحدة الانتيروبكتر سبيشيز هذا هم جروب كبير لكن جنرال فيتشر اعطيتكم. There are 26 species and 2 subspecies. شلون قسموها؟ اعتمادا على لا هاي الامراضية اعتمادا على فيريوس بس احنا من قلنا عندنا 26 species و 2 subspecies. على من؟ على؟ من؟ لا مو سبتم لا مو بكتيريا جاي أقسمها 26 سبيشيز 100 سبيشيز 150 سبيشيز ما تشينا هالبارة راعة فاعة كامل منه وشو قسم للراحة من قدنا سيرة تابيس البايوكيميكال والسيال منبرين أو الانتيجينز الموجودة زين فنفس الشيء نفس العملية يعني أقصد أنا. Recently
بالإضافة إلى الموليكولار ديتكشن طبعاً هسا بدأوا يعني يعتمدون بعد يصير مور أكيوريت 100% على الدي إن إيه مالتها. تأخذ البكتيريا تحطمها، أنا شنت عزيز كومبايلو بكتير أخذها أحطمها تطلع وقارنها بالجي بانك تطلع 100% هي بعد ما بيها شك يعني، حتى ما أروح للبايو كيميكال ولا أروح الأذر تايب أوف أناليسز لأن هذه دي إن إيه البصمة الوراثية مالت الكود 100% صار شغل مالتك مضبوط يعني. anyway so six recently has been reclassified into other genera. only 10 have been isolated from a clinical material. they grow readily on ordinary media. إذا تحتاج ordinary media ferment glucose with the production of acid and gas. يعني هي إذا fermented الجلوكوز أكيد راح يصير gas production والجلوكوز أكيد راح يصير waste product مالته بعدين acid. And the motility by peritracheous flagella. طلعتوا لي أنواع الفلاجيلا المطلوبة منكم. حكينا بيها البارحة. شوفوا ليها شنو types of flagella بكتيريا. تأكد عليها ترى. monotracheous, peritracheous, amphitracheous أنواع هي. شوفوا شنو. رسومات سهلة يعني. بس لازم تعرفوها. أنا مستغرب شلون ما أخذتوه. العملي ما أخذتوه. او بالانترودكشن مالت البكتيريا ما اخذناها احنا. anyway هذا مثل الكويز تشوفوا طلعوا بعدين حتى لا تقولون ما موجود. باعوا some strain with K antigen possess a capsule colonies of enterobacter strain maybe slightly mucoid slightly they are catalase positive oxidase negative high biochemical test. فمواصف واحدة من مواصفاتها إنه ما تفرز الكاتاليز أو الأوكسيديز، فهم نستخدمها بالتشخيص مثل ما قال زميلتكم. Nitrate are also reduced. They also ferment glucose, lactose, with the production of acid and gas. نفس المعلومة انعادت. Generally characteristic of Klebsiella species differentiated Enterobacter has the general characteristic of Klebsiella. إذن هي تشابه بالصفات العامة وهي الكليبسيلا اللي أخذناها قبلها. But can be differentiated because they are motile and ornithine positive. إذن تختلف عن الكليبسيلا هاي مهمة. Motile. Okay. والأورنيثين هذا واحد من الاختبارات هي positive. معنى هذي شنو؟ negative. يعني جاية معلومة عن الكليبسيلا بالانتيروبكتر فدروا بالكم. أو تستخدمها بالمقارنة بيناتهم. Worldwidely distributed in nature, found in soil. مدام أقول worldwidely distributed in nature راح أتوقعها بالماء، بالتربة، على النبات، dairy product, the intestine of animal as well as humans. هذه اللي مطلوب عندكم منكم تعرفونه على الانتيروبكتر سبيشيز. اللي هنا خلصنا. خلصنا هذا الفاميلي. سؤال عليك؟ سؤال؟ حاولت أبسطها لكم بالنتيجة بس كون تصير عندك معلومة.